حالة فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جيمس ديفيد فانس هيكون نائب له. تعالوا نشوف تقرير عن الكاتب والسياسي الشاب جيمس ديفيد فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي. في حال فاز المرشح دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، سيكون جيمس ديفيد فانس نائبا له، وكانت أنباء ترشحه لمنصب نائب رئيس موضع تكهنات في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع بداية المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، والذي استمر 4 أيام في ميلوكي لإعلان مرشح الحزب لمنصب الرئيس. وظهر جي دي فانس في الحدث وسط تصفيق مندوبي الحزب دون أن يدلي بأي تصريحات. كانت عملية اختيار ترامب لمنصب نائب الرئيس طويلة ومضنية، حيث بدأ بقائمة طويلة غير رسمية تضم ما لا يقل عن 12 شخصاً، وقلص خياراته على مدار عام 2024 مع ظهور فانس وبورغوم وروبيو كأشد المتنافسين جدية. ولد جيمس دونالد بومان المعروف بجيمس ديفيد فانس في العام 1984 في مدينة ميدلتاون بجنوب ولاية أوهايو في كنف عائلة فقيرة، إذ عاش طفولة مضطربة نوعاً ما. بدأ مسيرته بالانخراط في قوات المشاة البحرية الأمريكية، وشارك بحرب العراق. بعد ذلك حصل على منحة لدراسة الحقوق في جامعة ييل المرموقة، حيث تعرف هناك على الفتاة التي أصبحت زوجته في عام 2014، وهي أوشا تشيلوكوري، التي تعتبر من أبرز المساندين له والمدافعين عنه، ولديهما 3 أطفال. وبعد أن عمل عدة سنوات في مجال القانون، انتقل إلى ميدان الاستثمار في مجال التكنولوجيا، إذ انضم إلى شركة كابيتال ميثريل التكنولوجية في عام 2017. وعلى الرغم من حبه لعالم الأعمال والاستثمار، إلا أن قلبه كان يميل أكثر إلى السياسة. ففي عام 2016 ألف كتاباً يصف فيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تعاني منها المدينة والتي ولد فيها. اقترح فانس في هذا الكتاب بعض الحلول من أجل النهوض بالاقتصاد والصناعة في ولاية أوهايو، ودعا إلى تعزيز إنتاج النفط بدون الأخذ بعين الاعتبار المشاكل البيئية التي قد تترتب على هذا الخيار، إضافة إلى مكافحة المخدرات ومنع الإجهاض وإصلاح سياسة الهجرة وفرض رقابة صارمة على الحدود لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك. الكتاب تحول إلى فيلم أنجزته شركة نتفليكس، ولقي إقبالاً واسعاً في الولايات المتحدة، كونه كان يسلط الضوء على المعاناة الاجتماعية والاقتصادية للكثير من الأمريكيين البيض. لم يكن فانس في البداية من مساندي دونالد ترامب، بل انتقده كثيراً قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة في عام 2016، وحتى عندما كان رئيساً واصفاً إياه بألقاب عدة. بل وأكثر من ذلك، أنه لم يصوت فانس لصالح ترامب في انتخابات 2016، كما انتقد أيضاً في البداية سياسة ترامب إزاء المسلمين والمهاجرين، ولكن سرعان ما غير موقفه وأصبح يدعمه عندما قرر الترشح لمقعد مجلس الشيوخ في عام 2022، فكان يحتاج إلى الدعم من قبل الرئيس الأمريكي السابق. فانس تحول إلى أقوى المؤيدين لترامب، وأيد ادعاءات ترامب بخصوص تزوير الانتخابات في عام 2020. وفور إعلان ترامب عن نائبه، سارع المعسكر الديمقراطي إلى توجيه انتقادات لاذعة ضد فانس للحد من شعبيته لدى فئة الشباب وعند الناخبين المترددين في الاختيار.